والمباراة بتقام على صالة اكتوبر الدولية اللي بتحتضن مباريات هذه البطولة، بالإضافة طبعا لصالة الدكتور حسن مصطفى. وأول لقاءات هذه البطولة في أول أيام هذه البطولة، البطولة طبعا اللي أول نسخة فيها أقيمت في عام 1974، استضافت البطولة تونس وحصلت على اللقب الأول ليها. بالمناسبة منتخبنا القومي لم يشارك في أول نسختين، نسخة 74 ونسخة 6. سجل الألقاب، سيطرة عربية، هتكلم مع حضراتكم أكيد في أقرب توقف عن سجل الألقاب، سيطرة عربية من ثلاث منتخبات تونس ومصر والجزائر، تونس بعشر ألقاب ومصر بسبع ألقاب والجزائر بسبع ألقاب. بداية اللقاء على يمين حضراتكم هيكون منتخب زامبيا بالتيشيرت الأسود والشورت الأسود، وعلى يسار حضراتكم ويسار الشاشة منتخب أنجولا بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود. أول التصويبات وأول الأهداف في تصويبة مباغتة من الباك اليمين لمنتخب زامبيا، وبيرسل كده رسالة للهجوم أو للدفاع الأنجولي، وشوف الرد السريع على طول، ولكن الكرة المرتين في العارضة من دي سوسا الجناح اليمين لمنتخب أنجولا. النتيجة 1-0 لصالح منتخب زامبيا. أول أهداف في اللقاء عن طريق الباك اليمين سياكواي، ريتشارد سياكواي الباك اليمين لمنتخب زامبيا. بقول لحضراتكم تاني مشاركات ليهم، لكن عايزين طبعا يثبتوا الذات. تمرير سيكواي، عايز يعدي، يفضل نفسه، عايز يروح يصوب من العمق، لكن رمية حرة. تمرير الباك الشمال بيعمل قطع كده وبيعمل تمرير للباك اليمين، ولكن ميس باس، تروح الكرة في حوزة الهجوم الأنجولي، وفاول مهاجم. قرار حكم اللقاء كابتن علاء حسن بفاول مهاجم على الهجوم الأنجولي. تظل النتيجة 1-0 لمنتخب زامبيا. تمرير كامبوندو، عايز يصوب ولكن خارج الملعب، رمية مرمى. لسه النتيجة 1-0 لمنتخب زامبيا، واحنا لسه في الدقيقة الثانية من زمن احداث الشوط الاول. زامبيا وانجولا وجها لوجه في افتتاح بطولة افريقيا لكرة اليد للرجال النسخة رقم 25. تمرير واختراق من الباك الشمال لمنتخب انجولا، ولكن بيتصدى لها حارس المرمى مالونجواني. لسه النتيجة 1-0 في اول 3 دقائق من احداث اللقاء. فاول مهاجم على الهجوم الزامبي، تروح الكرة في حوزة الهجوم الانجولي، ولكن بيفقد الكرة. لسه مفيش ترتيب صفوف كده في الهجوم الانجولي. رمية 7 متر، اديها حكم اللقاء لمنتخب انجولا. دي سوسا تصدى لرمية 7 متر ويصوب ويحرز اول الاهداف لمنتخب انجولا عن طريق دي سوسا الجناح اليمين. رمية حرة، عايز يعدي، لكن دفاع قوي جدا من الدفاع الانجولي، دفاع قوي جدا جابريال تيكا، وبيحصل على ايقاف 2 لاعب بايا ماري الروماني من المدافعين الاقوياء في منتخب انجولا، بيحصل على ايقاف 2 طبعا بيخرج اللاعب يلعب
الفريق ناقص لاعب لمده دقيقتين. فاول على الهجوم الزامبي. اتمنى نتاكد من النتيجه، اعتقد النتيجه لسه 1-1، هدف لكل منتخب. زامبيا احرزت هدف عن طريق الباك اليمين الرقم 2 ريتشارد سياكواي، وتعادل منتخب انغولا من رمية 7 متر عن طريق دي سيلفا. اختراق وتصويب يحرز الهدف لمنتخب انغولا. ناسيمينتو، مانويل ناسيمينتو على طول بيفقد الكره، لعيبه زامبيا تخرج خارج الملعب رميه جانب، بيلعبوا ناقص لاعب زامبيا، ايقاف دقيقتين، بيلعب ناقص لاعب منتخب انغولا. هنشوف منتخب زامبيا يستغلوا ازاي النقص العددي. عايز يصوب، بيصوب واحده حلوه موسي ستونجا صانع اللعب ومنسق اللعب في صفوف منتخب زامبيا، يحرز هدف. بستانا تمرير ناسيمينتو، شاركوا في بطولة العالم الأخيرة كرة اليد هنا للرجال في مصر 2021، معظم القوام اللي موجود في ملعب اللقاء من منتخب أنغولا. عندهم غياب أبرز الغيابات هيبو لاعب دينامو بوخارست الروماني السابق، الكرة في الجناح عند سوسا، هيحرز سوسا لكن بيتصدى حارس المرمى توم مولانجواني، يتصدى الكرة سوسا من الجناح اليمين. تمرير عايز يعدي يسيب على السنتر فيرود، عايزين يربطه مع لاعب الفيرود او البيفوت او لاعب الدايره، كلها مصطلحات طبعا بتشير ليه لاعب الدايره، لاعب اللي بيلعب طبعا في الخط الامامي بالاضافه للجناحين. اعتقد في ايقاف دقيقتين لاحد لعيبه منتخب انغولا، يبقى كده منتخب انغولا هيلعب ناقص 2 لعيبه في الدفاع او ناقص لاعب واحد. نزل جابرييل تيكا، رجع مره ثاني الملعب، اصحابه اللعب كده عايزين يلعبوا واحده من العاب الهوا لعيبه زامبيا، لكن فيها استعجال، تخرج الكره خارج الملعب رميه مرمى. سيلفا حارس المرمى لاعب انتر كلوب الانجولي 24 سنه، منتخب انجولا يعني مزيج من اصحاب الخبرات وبيحاولوا طبعا يدخلوا كده عناصر الشباب. دي كوره حلوه قوي ولقطه فنيه من بستانا، ادلينو بستانا صانع اللعب بيلعب مع لاعب الدايره وبيحصل على رميه 7 متر. جابرييل تيكا لاعب بايا ماري الروماني، بقول لحضراتكم واحد من اصحاب قوام الجثماني القوي. وسوسا يحرز الهدف، ثاني اهدافه في اللقاء، ثالث اهدافه في اللقاء جابرييل سوسا. الجناح اليمين جابرييل دي سوسا احرز هدفين من رميه 7 متر وهدف من الجناح اليمين. رمية حرة مديها حكم اللقاء الكابتن حسام معتمد، الكابتن علاء حسن طاقم تحكيم مصري يدير هذا اللقاء، أول لقاءات بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال النسخة رقم 25. تمرير بيحاولوا يخلخلوا الدفاعات كده لعيبة زامبيا، يعملوا تبادل مراكز. تونجا عايز يعدي، رمية حرة في نقص عددي في الدفاعات أنغولا، إذن بلعب سلبي، هل يستغلوا النقص العددي؟ وتصويبة حلوة من بريتشارد سياكواي الباك اليمين لمنتخب زامبيا، حتى الان مميز جدا في صفوف منتخب زامبيا بريتشارد سياكواي الباك اليمين صاحب القميص رقم 2، تشعر ان هو عنده الحل. وادي خداع حلو قوي من مانويل ناسيمينتو 28 سنه، مانويل ناسيمينتو يحرز الهدف لمنتخب انغولا، لاعب انتر كلوب الانغولي عنده 76 مباراة دولية قبل هذا اللقاء. اعتقد في ايقاف دقيقتين مراقبين اللقاء، ايقاف
دقيقتين وفي اعتقد تغيير غلط في الحاله دي. طبعا بيحصل تبديل للملعب، اعتقد في تغيير خطا اشارت لي مراقبه اللقاء للكابتن علاء حسن، وعلى طول اخذ القرار بايقاف دقيقتين بالاضافه طبعا لتغيير اتجاه اللعب. منتخب انجولا بقول لحضراتكم شاركوا في اخر بطوله عالم هنا في مصر، تلقوا خساره من منتخب قطر ومنتخب كرواتيا ومنتخب اليابان، خساره ايضا من منتخب الكونغو ومنتخب تونس ومنتخب المغرب. فازوا في مباراه وحيده في بطوله العالم الاخيره كانت بالانسحاب على فريق كاب فيردي. احرزوا المركز ال 30، احتلوا المركز ال 30 من 32 منتخب شاركوا في اخر بطوله عالم هنا في مصر. بستانا بيسيب واحده في الجناح عند سوسا، يحرز سوسا بكل سهوله، سوسا يحرز الهدف. دي سوسا الجناح اليمين لاعب بريميرو دي اغوست الانجولي 22 سنه. بقول لحضراتكم منتخب انجولا مزيج الخبره والشباب، اصحاب ثلاث برونزيات في بطوله افريقيا للرجال، واخر مشاركه كانت في تونس حصلوا على المركز الرابع. تونجا عايز يعدي، لعيبه زامبيا يعني مضيقين الملعب على نفسهم جدا، اعتقد لو بداوا يفتحوا الملعب شويه هيلاقوا مساحات في دفاعات انجولا. ايقاف دقيقتين، استخدام القدم في الدفاع بطريقه خاطئه، اشاره حكم اللقاء الكابتن علاء حسن، وايقاف دقيقتين لمدافع منتخب انجولا. لعيبه منتخب زامبيا بقول لحضراتكم لو فتحوا الملعب شويه هيلاقوا المساحات. كره من زاويه صفر من بريتشارد ساكواي هداف منتخب زامبيا حتى الان في اللقاء، احرز هدفين. ناسيمينتو بيعدي بكل سهوله يحرز الهدف، مانويل ناسيمينتو يوسع الفارق 6-3 المنتخب انجولا. حسابات المجموعه الرابعه هذا اللقاء تضم انجولا وزامبيا وكونغو والسنغال. تونجا عايز يعدي ياخد رميه حره، طبعا زامبيا في الثاني المشاركات يعني لسه مفيش خبرات للاعيبه زامبيا عكس طبعا الخبرات موجوده في لعيبه انجولا. بقول لحضراتكم اصحاب ثلاث ميداليات برونزيه. الكره تونجا عايز يلعب على السنتر فيرويد لكن رميه حره، اعتقد هيكون في زامبي على الهجوم الزامبي. ادي تصويبه حلوه قوي، هو اللي عنده الحل ريتشارد سيكواي يحرز الهدف. بقول لحضراتكم هو اللي عنده الحل، بيفضوا له المساحه، صاحب تصويبات قويه قوي الباك اليمين صاحب القميص رقم 2 يحرز ثالث اهدافه في اللقاء. عجبني جدا بصراحه في صفوف المنتخب الزامبي سياكواي، وادي الرد السريع على طول من ادلينو بستانا الباك اليمين، ودي كره في المرمى الخالي ولكن اعلى من المرمى، حب يلعبها في المرمى الخالي كده لاعب منتخب زامبيا قبل ما ينزل طبعا حارس المرمى سيلفا، ولكن بتخرج خارج الملعب. عايزين زامبيا تخش في اللقاء طبعا، عايزين يعني يكون في منافسه. ينزل ديكليك كسيبو في الباك الشمال لاعب منتخب انجولا، كره بتقع كده من ناسيمينتو، سيبو يسيب في الجناح الشمال ويحرز الهدف. منتخب انجولا في صفوف زامبيا، اديلسون مانيتشو بيستغلها لعيبه انجولا يوسعوا الفارق 8-4 لسه في اول 11 دقيقه. بريتشارد عايز يعدي، بريتشارد الباك اليمين بقول لحضراتكم لو في حد بس يسند معاه في منتخب زامبيا هيديله الحل. رميه حره بدا يقابل بدري منتخب انجولا على بريتشارد ساكوي، هنشوف هيتصرف ازاي. ادي عادي صوب حلوه ولكن المره دي قويه جدا تصويباته بريتشارد ساكوي،
ولكن خارج الملعب تخرج رمية مرمى، الكرة في الجناح اليمين، سوسة هداف منتخب أنجولا حتى الآن في اللقاء، أحرز 6 أهداف. أريل دي سوسة الجناح اليمين لاعب بريموري دو أجوست الأنجولي. بدأ يبقى في دفاع متقدم من لاعيبة أنجولا، بقول لحضراتكم عايزين يقابلوا بدري يحدوا من خطورة منتخب زامبيا، خصوصا من الباك اليمين. الكرة حلوة من الجناح الشمال، بيقطع كده وبيعمل مساحة على الدايرة ولكن بيصوب خارج المرمى، ودي كرة من الجناح الشمال يحرز الهدف. الارتداد بطيء جدا في دفاعات منتخب زامبيا، وعلى طول الرد السريع موجود من الجناح الشمال مانيتشو. 10-4 عايز يعدي كامبوندو، موسى كامبوندو، لكن بيعمل فاول مهاجم. بقول لحضراتكم الارتداد البطيء جدا في دفاعات زامبيا يكلفهم طبعا على طول الاهداف استغلها لعيبه انجولا. لازم يكون الارتداد في الدفاع اسرع من كده. تونجا عايز يعدي، اعتمدوا على اللعب الفردي اكتر من اللعب الجماعي لعيبه زامبيا. تونجا عايز يصوب ولكن حائط صد قوي جدا من لعيبه انجولا، يسيب عند بريتشارد يعمل فاول، ياخد رميه حره. المدير الفني جوزيه بيريرا بيطلب من لعيبه انجولا ان هم يلعبوا على الفاول العكسي على الهجوم، ودي كره حلوه من الجناح الشمال. ايوه كده بداوا يشتغل او بداوا يعتمدوا على الجناحات الجناح الشمال في صفوف زامبيا، يحرز الهدف ولكن الرد السريع على طول من منتخب انجولا عن طريق اديلينو بستانا. شفنا الكره اللي فاتت من الجناح الشمال لمنتخب زامبيا هنري نجوسا، دفاع متقدم من لعيبه انجولا. ريتشارد عايز يعدي، عايز يخش من الجناح اليمين ولكن في فاول على الهجوم الزامبي، تروح الكره في الجناح الشمال. الارتداد بطيء جدا 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 من لعيبه زامبيا في الدفاع، وعلى طول اديلسون مانيتشو يحرز الهدف رقم 13 5. اعتقد يعني لازم يتدخل المدير الفني لمنتخب زامبيا، ياخد وقت مستقطع يتكلم مع لعيبته على الارتداد البطيء في الدفاعات، وايضا في الهجوم يعتمدوا على اللعب الجماعي اكتر من الفردي. دفع قوي جدا جابرييل تيكا لاعب باياماري الروماني، الكرة بيفقدوها لعيبة زامبيا، الكرة في الجناح الشمال بالكربون تروح عند بستانا للباك اليمين، ولكن المرة دي بتيجي في القائم عايز يعمل المتابعة دي سوسا، ولكن حكم اللقاء بيدي خطأ على الدفاع الزامبي. إشارة حكم اللقاء الكابتن علاء حسن أخذ الكرة من جوه الدايرة منطقة الستة متر، ما ينفعش طبعا اللاعب يخش ياخد الكرة منها. حصل على إيقاف دقيقتين كمان بعد ما لعب الكرة بعد صفارة حكم اللقاء. يحرز الهدف رقم 14 5. بالفعل لسه بقول لحضراتكم لازم المدير الفني لمنتخب زامبيا يتدخل، وبياخد وقت مستقطع فعلا، بيطلب وقت مستقطع. الوقت المستقطع هيقول لكل مدير فني اللاعب. واحنا في الدقيقة 15 من زمن واحداث الشوط الاول، تفوق انجولا على
زامبيا 14-5 في أول لقاءات بطولة أفريقيا للرجال النسخة رقم 25 مصر 2022 بمشاركة 13 منتخب. نرجع مرة تانية مع حضراتكم. هجوم للمنتخب الزامبي ولكن بيعمل فاول مهاجم. بيعمل خطأ. تروح الكرة في حوزة الهجوم الأنجولي بالتشويقة من جابرييل تيكا اللي بيكمل في الهجوم لأول مرة في صفوف أنجولا على مركز الدايرة ولكن يتصدى لها حارس المرمى مالون جواني. تروح الكرة عند تونجا عايز يعمل تمرير يعمل مسباص تروح الكرة في حوزة الهجوم الأنجولي. لسه ما استفادش لعيبة زامبيا من الوقت المستقبل وعادي تصدي رائع من ميولينجا برنارد ميولينجا حارس المرمى لمنتخب زامبيا يتصدى للهجوم الخاطف من دي سوسا. دفاع متقدم من لعيبة أنجولا عايزين يحدوا من التصويبات وعادي على طول بقول لحضراتكم التصويبة من الباك الشمال موس ستونجا يحرز الهدف يقلص الفارق لصالح منتخب زامبيا 14-6 حتى الآن لصالح أنجولا. بيلعبوا ناقص لاعب منتخب زامبيا في الدفاع ودي ميس باس من لعيبة أنجولا الناسيمينتو صانع اللعب. منتخب أنجولا طبعا بيمتلك عناصر كتير جدا من أصحاب الخبرة ومن أصحاب المهارات. المدير الفني جوزيه بيريرا بيحاول يحكم سيطرته كده طبعا على اللقاء منذ البداية عشان يريح لعبته للمباريات القادمة. عنده دكة بدلاء قوية جدا. الكرة عند جابرييل تيكا يصوب تيكا ولكن بتيجي في القائم ولكن حكم اللقاء الكابتن حسام معتمد بيدي قرار برمية 7 متر لصالح منتخب أنجولا. دي سوسا يصوب دي سوسا يحرز الهدف 7 أهداف دي سوسا في اللقاء ودي ميس باص من لعيبة أنجولا. أعتقد المرمى خالي عايز يلعبه في المرمى الخالي. لا ده عايز يطلع فاست بريك وهجوم سريع ميوشي سينجو حارس المرمى لتصويبة قوية ولكن خارج المرمى من موسي ستونجا. بقول لحضراتكم لعيبة واعتمدوا على اللعب الجماعي أكتر من الفردي هيفيدهم كتير. شفنا كذا مرة طبعا وأكتر من لقطة في اللعب الجماعي في الهجوم الزامبي من الجناح الشمال والاعتماد على الباك اليمين بريتشارد سيكوي في التصويبات. تنوع في أساليب اللعب في الهجوم مهم جدا طبعا لكن الخبرة بترجح كفة أنجولا طبعا في لقاء اليوم. بقول لحضراتكم أنجولا يمتلكوا طبعا 3 ميداليات برونزية عكس منتخب زامبيا يعني تاني المشاركات ففي فارق كبير جدا في الخبرات طبعا لكن منتخب زامبيا بيحاول. ودي كورة من الجناح الشمال من مانوتشو أديلسون مانوتشو 29 سنة لاعب بريميرو دي أغوست الأنجولي 16-6 حتى الآن النتيجة واحنا في الدقيقة 18 من زمن وأحداث الشوط الأول. ودي تصويبة حلوة من موسي ستونجا ولكن بتيجي في العارضة يعتمدوا على التصويب من خارج منطقة 9 متر لعيبة زامبيا. فاول المهاجم على الهجوم الأنجولي بيعتمدوا على التصويب وبيعتمدوا على الهجوم بشكل فردي أكتر من الجماعي. حضراتكم أكيد متابعين والصورة واضحة قدام حضراتكم. من وجهة نظري يعني منتخب زامبيا لو بدأوا يعتمدوا على اللعب الجماعي أكتر يعني بقول لحضراتكم أن التصويبة على طول ولكن حائط صد بدأوا يقفلوا عليه بريتشارد سيكاوي الباك اليمين صح التصويبات قوية أحرز 5 أهداف وأدي اختراق بيستغل كده الدفاع المقدم طبعا بيكون فيه مساحات خلف الدفاعات بيستغلها موسي ستونجا ويحرز الهدف سنتر فورورد فاضية ولكن ما ربطش معاه بستانا ما ربطش مع لاعب الدايرة البيفوت
وعمل ميس باس، تروح الكرة في حوزة الهجوم الزامبي. تونجا كامبوندو، دفاع متقدم طريقة 3-3 كده متقدم من منتخب أنجولا قدام حضراتكم واضح في الصورة. وأدي كرة من الجناح الشمال ولكن من زاوية ضيقة جدا، طبعا زاوية صعبة، يصوب موسيس تونجا تخرج خارج الملعب، رمية مرمى. منتخب أنجولا عشان يحد من التصويبات اللي كانت بتيجي من الباك اليمين في منتخب زامبيا عن طريق سيكاوي، يشوف الكرة دي الأول من الجناح اليمين ولكن الكرة أعتقد بتخبط في القائم، حكم اللقاء بيدي إشارة باستمرار للعب. كرة للجناح اليمين ويحرز الهدف لصالح منتخب زامبيا. شيلو ميوتويا يحرز الهدف 17-8 لصالح أنجولا. كنت بتكلم مع حضراتكم إن منتخب أنجولا بدأ يعتمد على الدفاع المتقدم عشان يحد من التصويبات طبعا اللي كانت موجودة في أول أحداث الشوط الأول من ريتشارد سياكواي الباك اليمين لتمرير طلع كده بالخطأ المدافع الزامبي، فضل مساحة وراه استغلها على طول المهاجم الأنجولي ويحرز الهدف. بستانا حلوة المرة دي، الربط مع لاعب الدايرة ولكن يتألق حارس المرمى دا سيلفا، الكرة في الجناح الشمال ويحرز الهدف، يحرز الهدف في الجناح الشمال لمنتخب أنجولا ماريو تاتي. عايز بقول لحضراتكم لو منتخب زامبيا يعني يعتمدوا ولو قليلا على اللعب الجماعي في الهجوم هيفرق معاهم جدا، لكن طبعا قلت لحضراتكم الخبرة وقلة الخبرات. رمية حرة يفضلوا المساحة كده، عايز يصوب ولكن رمية حرة مرة تانية، دفاع قوي جدا من لعيبة أنجولا. شفنا لما ربط لاعب صانع اللعب مع لاعب الدايرة في منتخب زامبيا ولكن تصدى حارس المرمى للكرة وتصويبة كده من الثبات ولكن خارج المرمى، استغلوا كده في أحد الفرص الجناح الشمال وأحرزوا هدف لعيبة زامبيا. تنوع اللعب طبعا وأسلوب اللعب في الهجوم مهم لإحداث طبعا الخلل في دفاع الخصم، لكن طبعا اللقاء هو سهل نسبيا لمنتخب أنجولا نظرا طبعا للخبرات، لكن مجهود يحسب للعيبة زامبيا. عايز يعدي بريتشارد ولكن بيحصل على رمية حرة. 18-8 حتى الآن نتيجة اللقاء أنجولا وزامبيا، أولى لقاءات بطولة أفريقيا للرجال النسخة 25، وأدي المميز جدا في صفوف زامبيا بريتشارد سياكواي الباك اليمين يحرز الهدف رقم 9 لصالح منتخب زامبيا، مميز جدا في تصويباته من الباك اليمين. كرة في الجناح اليمين عند سوسا اللي بيحط كرة كده من فوق حارس المرمى الزامبي، ميولينجا يحرز الهدف، سوسا من هدافي الشوط الاول في منتخب انجولا. اكيد هنشوف طبعا ونتابع الاحصائيات حضراتكم احصائيات الشوط الاول. بريتشارد سيب المرة دي عند تونجا يعملوا تمرير في الخط الخلفي، تونجا كامبوندو عايز يعدي سنتر فيرود فاضي، تونجا مصمم على اللعب من العمق لكن قافل لعيبه انجولا وفعلا حائط صد قوي جدا، والارتداد هنشوف هيكون في ارتداد سريع من لعيبه زامبيا في الدفاع، بداوا يعملوا ارتداد سريع ودي تصويبه او حلوه قوي من الباك اليمين فليتشيانو كوفيرو الباك اليمين لمنتخب انجولا اللي بيشارك في اللقاء، نزل مكان مانويل مانوتشو. ميس باس بيفقد الكره لعيبه زامبيا، كوفيرو بيروح ويحرز الهدف لكن خارج المرمى، استهتار كده من لعيبه انجولا في انهاء الهجمه، فارق الاهداف طبعا مدي ثقه عاليه
للاعيبه انجولا 20-9. حتى الان النتيجه لصالح انجولا. عايز يعدي، بيعدي حلوه وبيعمل كده تبديل للكره من اليد اليمنى لليد، ولكن بيصاب، ولكن عمل فاول وخطا على الهجوم. وادي تصويبه كده فيها قوه زياده من جاروسلاف اجوير، جواو جاروسلاف اجوير سنتر فيرويد انجولا لاعب انتر كلوب الانجولي. فيها قوه زياده تخرج خارج الملعب، رميه مرمى. عايز يعدي تونجا، عمل تبدل مراكز، تونجا راح في مركز الباك اليمين ونزل شيلوي مويتوا في صانع اللعب، ومعاه الباك الشمال كامبوندو. مويتوا عايز يلعب على السنتر فيرود، حلوه قوي. بقول لحضراتكم لو بداوا يعتمدوا على اللعب الجماعي هيبقى ليهم شكل تاني. لعيبه زامبيا يحرز الهدف، لاعب الدايره عمل له حلوه قوي. موتيوا بيعتمدوا على الدفاع المتقدم، لعيبه زامبيا تمرير عايز يعدي. طبعا المساحه موجوده والسرعات موجوده عند لعيبه انجولا. باولو مش عارف ليه مدرب منتخب زامبيا على الدفاع المتقدم. منتخب انجولا اصحاب طبعا سرعات كبيره جدا، لازم تقابلهم بالدفاع من على منطقه الستة متر بطريقه 6-0. تفقد الكره كده بتروح بالصدفه ليه سوسا يحرز الهدف، الهدف رقم 21 او الهدف رقم 22-10 لصالح منتخب انجولا. واحنا في الدقيقه 26 من زمن واحداث الشوط الاول، 32 هدف الاجمالي اهداف الشوط الاول من المنتخبين، منتخب انجولا ومنتخب زامبيا. اول لقاءات بطوله افريقيا للرجال النسخه رقم 25 تستضيف منافساتها الصاله المغطاه باكتوبر الدوليه وصاله الدكتور حسن مصطفى. دي سوسا ولكن بيعمل كده دبل دريبل مظبوط. اشاره حكم اللقاء كابتن حسام معتمد، طاقم تحكيم مصر بيدير هذا اللقاء تحكيمين كابتن حسام معتمد والكابتن علاء حسن. بريتشارد هنشوف تصويبه من تصويب بريتشارد ولا هيمشوا الكره. تسلسل سريع في الخط الخلفي من لاعيبه زامبيا وحلوه المره دي، فيها كده فكره من لاعب صانع اللعب تونجا بيصاب ولكن خارج المرمى. وادي الرد السريع على طول من فالديميرو باولو يحرز الهدف. عايز يعدي تونجا، عايز يروح مجهود فردي، بيسيب عند بريتشارد، حلوه قوي. بقول لحضراتكم مميز قوي بريتشارد سيا كواي. بريتشارد لاعب منتخب زامبيا الباك اليمين رقم 2 من المميزين جدا في الشوط الاول من صفوف زامبيا. ودي كره من باولو فالديميرو باولو لاعب انجولا ولكن خارج المرمى. بقول لحضراتكم في ثقه زياده من لعيبه انجولا، متفوقين طبعا في النتيجه بنتيجه 23-11. واحنا في الدقيقه 28 من زمن واحداث الشوط الاول. بريتشارد بيسيب المره دي عند الباك الشمال اللي بيصاوب ولكن خارج المرمى، بيتصدى لها حارس المرمى اريال دا سيلفا. عايز يعمل هجوم سريع ولكن وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني لفريق انجولا جوزيه بيريرا. واحنا في الدقيقه 29 من زمن واحداث الشوط الاول ومتفوق في النتيجه بنتيجه 23-11. تابع مع حضراتكم الوقت المستقبل. بينتهي الوقت المستقطع لطلب المدير الفني لمنتخب انجولا مستر جوزي بيريرا.
التفوق في نتيجة 23-11 وأقل من دقيقة على نهاية أحداث الشوط الأول. أول لقاءات المنتخبين وأول لقاءات بطولة أفريقيا للرجال النسخة رقم 25، المجموعة الرابعة اللي بتضم أنجولا والكونغو والسنغال وزامبيا. كوفيرو بيلعب كرة حلوة قوي على السنتر فيرد، ولكن يتألق حارس المرمى ميولينجا ويتصدى الكرة لاعب الدايرة، يدي الأفضلية للهجوم لمنتخب زامبيا. موسي ستونجا عايز يصوب، بتروح له الكرة مرة تانية ولكن بيتصدى له دا سيلفا حارس المرمى اللي بيعمل هجوم خاطف عند دا سوسا ويحرز الهدف. يحرز الهدف دا سوسا الجناح اليمين لمنتخب أنجولا، متألق في أحداث الشوط الأول دي سوسا وصفارة نهاية أحداث الشوط الأول، لكن طبعا لازم آخر كرة تتلعب. الرمية الحرة بصالح منتخب زامبيا، بريتشارد ساكواي بيسيبها ليه كامبوندو. ساكواي صاحب تصويبات قوية، كان أعتقد يلعبها هو أفضل، ولكن بيصوب وبتيجي في حائط الصد من الدفاع الأنجولي، ومعها صفارة نهاية أحداث الشوط الأول من لقاء Unitel by Flamengol e Pura. Federação Angolana de Handball. Nota de imprensa. O presidente da Federação Angolana de Handball, FAND, José Joaquim do Amaral e Silva Júnior Maninho, assinou na tarde da última segunda-feira, dia 20 de junho, em Budapeste, Hungria, um memorando de entendimento com a instituição congênere daquele país europeu, visando a promoção das relações bilaterais na modalidade. O acordo, que foi rubricado pela parte húngara pela secretária-geral da Federação de Handball, Gabriela Horvat, prevê a promoção e consolidação da colaboração técnica em obediência à legislação em vigor em cada país, sendo válido por 2 anos, renováveis por igual período, mediante acordo entre as partes. O entendimento materializou-se na sequência da terceira sessão da Comissão Mista Angola-Hungria, realizada a 27 e 28 de janeiro último em Budapeste, e que abarcou vários setores, designadamente da energia e águas,
transportes, agricultura, economia e planeamento, cultura, entre outros. Naquela ocasião, o presidente da FAND esteve na capital húngara, onde, em estreita colaboração com a Federação de Handball com Género, trabalhou na elaboração do presente memorando de entendimento que abrange várias áreas de cooperação no domínio do handball entre os dois países. Nesta empreitada, a FAND contou com os préstimos auxílio dos Ministérios da Juventude e Desportos e das Relações Exteriores da República de Angola, assim como da Embaixada de Angola, na Hungria, Luanda, aos 20 de junho de 2022. A Presidente em Exercício, Nair Filipa de Almeida Vilaça. Patrocínios Total, Catoca, Zona Económica Especial Luanda Bengo, Unitel, Bai e Pura. Todo atleta e todo técnico acima dos 18 anos, quando tiver a representar o país, deve assinar um termo de compromisso sobre esse código de ética que tem a ver com o comportamento enquanto representante da seleção de Angola, enquanto representante da bandeira, enquanto representante do hino. Precisamos de acautelar estas situações. Patrocinadores: Total Energia, Catoca, Zona Económica Especial, Unitel, Bai, Pura. Patrocínios Total, Catoca, Unitel, Bai, Sonangol e Pura. Patrocínios Total, Catoca, Unitel, Bai, Sonangol e Pura. Todo atleta e todo
técnico acima dos 18 anos, quando estiver a representar o país, deve assinar um termo de compromisso sobre esse código de ética que tem a ver com o comportamento enquanto representante da seleção de Angola, enquanto representante da bandeira, enquanto representante do hino. Precisamos de acautelar estas situações. Patrocinadores: Total Energia, Catoca, Zona Económica Especial, Unitel, Bay, Pura. Nair Felipe Pires de Almeida. Olá, eu sou Nair Almeida e sou a responsável da delegação do handball feminino para os Jogos de Tóquio 2020. Nasceu em 23 de janeiro de 1984 no Lúbito. Com mais de 19 anos de carreira como jogadora de handball, conquistou mais de 50 títulos de clubes e 5 campeonatos africanos pela seleção. Tenho mais responsabilidades acrescidas agora como responsável do que como atleta. Nair Almeida começou a mostrar o seu amor pelo handball em meados de 1995 no Lúbito, província de Benguela, concretamente na escola de handball da Restinga. Enquanto atleta, a nossa grande responsabilidade é estar ao mais alto nível, manter os níveis de concentração e, claro, fazer sempre o melhor por si e principalmente pelo país. Foi daí que despertou a atenção dos grandes do handebol nacional. Passou pelo grupo desportivo Enana, mas foi com os tricolores que levou a sua carreira, conquistando 10 títulos de campeã nacional depois de muitos anos de glória pelos tricolores. Em 2011, Nair de Almeida decide mudar de ares, representando o arquirrival. No clube militar, continuou a brilhar. No seu currículo constam ainda 13 campeonatos provinciais, 12 supertaças de clubes campeões africanos, 8 taças de Angola e o mesmo número de supertaças de Angola com as camisolas do Pedro Atlético de Luanda e do 1º de Agosto. A integração das mais novas aqui no grupo tem sido positiva. Claro que as mais experientes, as que já têm 3, 4 Jogos Olímpicos, têm passado uma imagem e uma mensagem positiva para elas. Não é fácil estar aqui e estar a jogar com as melhores seleções a nível da Europa, a nível do mundo, a nível de todos os continentes, posso assim afirmar. É difícil e principalmente difícil vencer jogos. Nair Almeida despediu-se do handebol vestindo a camisola do 1º de Agosto pela última vez, numa partida com a sua antiga equipa, na Supertaça de Angola. Após 5 anos de agosto ao peito, Nair Almeida decide abandonar os campos e dedicar-se a outros projetos. Os jogos são realizados de 4 em 4 anos. É sempre uma incógnita. Não se sabe o que é que poderá acontecer daqui a 4 anos. O Muntakhab da Zambia ضمن منافسات بطولة أفريقيا للرجال لكرة اليد النسخة رقم 25 انتهت أحداث الشوط الأول بتفوق منتخب أنغولا بنتيجة 24-11. في الشوط الأول كان من جانب واحد وهو جانب المنتخب الأنغولي، نجح في إحكام سيطرته على أحداث اللقاء واستغل طبعا فارق الخبرات بين لاعبي منتخب أنغولا ولاعبي منتخب زامبيا اللي حاولوا على قد الإمكانيات طبعا وعلى قد الخبرات
في احداث الشوط الاول، ولكن تاخروا في النتيجه بنتيجه 24-11 لصالح منتخب انغولا. المباراه اول بطوله افريقيا لرجال كره اليد النسخه رقم 25، 24 نسخه ماضيه، اول بطوله اقيمت في تونس عام 1974 استضافتها تونس وحصلت على اللقب الاول ليها. المنتخب التونسي يمتلك 10 ألقاب، منتخب مصر يمتلك 7 ألقاب، منتخب الجزائر محاربي الصحراء يمتلك 7 ألقاب، منتخب مصر 22 مشاركة، منتخب الجزائر 22 مشاركة، المنتخب التونسي 24 مشاركة. تم تقسيم ال 13 منتخب على 4 مجموعات، المجموعة الأولى مصر والمغرب والكاميرون، المجموعة الثانية الجزائر والجابون وغينيا، المجموعة الثالثة تونس وكاب فيردي ونيجيريا، والمجموعة الرابعة أنغولا والكونغو والسنغال وزامبيا. أنغولا بتمتلك ميداليات برونزية في بطولات أفريقيا كرة اليد للرجال، وزي ما قلت لحضراتكم سيطرة عربية من المنتخبات العربية على ألقاب هذه البطولة ال 25 أو ال 24 نسخة الماضية. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا القومي اللي هيبدأ مشواره إن شاء الله النهاردة في هذه البطولة بمباراة أمام المنتخب الكاميروني في 8 مساء اليوم. احداث الشوط الثاني من لقاء انغولا وزامبيا، 24-11 نتيجه الشوط الاول لصالح المنتخب اللي بيلعب على قد اللقاء كده من اخر 10 دقائق في الشوط الاول. وبدا المدير الفني جوزيه بيريرا يشرك معظم اللاعبين، ادي مورينيو واول تصويبات ادفالدو فيريرا مورينو اللي بيشارك في الشوط الثاني، لاعب المنتخب الانجولي واحد من العناصر المميزه وليس بغريب على كره اليد المصريه، لعب فتره في نادي سموحه السكندري. ادفالدو فيريرا الشهير بومورينو لاعب انتر كلوب الانجولي الحالي 32 سنه، اول التصويبات ولكن خارج الملعب. ادي تصويبه حلوه من تونجا، موزيس تونجا يحرز الهدف 24-12. مورينو عايز يعدي ويصوب واحده حلوه المطرقه الانجوليه. مورينو بقول لحضراتكم شفناه مع منتخب انجولا هنا في بطوله العالم الاخيره في مصر 2021، كان من اهم العناصر الموجوده في صفوف منتخب انجولا بالاضافه الى هيبو اللي بيغيب عن منتخب انغولا في هذه البطوله، لاعب دينامو بوخارست السابق. مورينو لعب في سموحه السكندري الفتره بقول لحضراتكم، في ايقاف دقيقتين لمورينو من حكم اللقاء الكابتن حسام معتمد. استخدام اليد اعتقد مباشره للوجه استوجب ايقاف دقيقتين، هنشوف فعلا في ايقاف دقيقتين هيكون في نقص عددي في صفوف الدفاعات الانجوليه، هنشوف لعيبه زامبيا يستغلوها ازاي، يزودوا كده لاعب على السنتر فيرو. تصويبه من تونجا، الكره حلوه ليه الباك اليمين يا راجل، عملها له حلوه قوي بريتشارد لبواليا، ولكن يضيع بواليا نجوسا بواليا من اللعيبه اللي لفتت النظر في الشوط الاول في صفوف زامبيا، الباك اليمين بريتشارد سياكواي صاحب القميص رقم 2 احرز 8 اهداف من 12 هدف احرزه منتخب زامبيا في هذا اللقاء، لاعب مميز بتصويبات قويه جدا من الباك اليمين، ولكن لعيبه انجولا في الدفاع بدات تقفل عليه. كره حلوه قوي على السنتر فيرد ولكن لامس خط الدايره منطقة الستة متر، على طول حكم اللقاء يدي
خطا ودي تسويبه يا راجل يا بتيجي في وجه زميله قويه جدا 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 لسه بكلم حضراتكم على تسويبات بريتشارد سياكواي لكن المره دي وجه زميله بينوب عن حارس المرمى الانجولي هنشوف حضراتكم الكره في الاعاده قويه جدا سلامات للاعب المنتخب الزامبي بواليا لجوسا بواليا تاني مشاركات منتخب زامبيا في بطولة افريقيا للرجال شاركوا في النسخة الماضية اللي اقيمت في تونس 2020 حصل على اللقب منتخبنا القومي نال التوفيق ان شاء الله في هذه البطولة بعد الحصول على الميدالية الفضية في بطولة البحر المتوسط خسارة المنتخب الاسباني في اللحظات الاخيرة في المباراة النهائية يفقد الكرة لعيبة زامبيا طبعا قلة الخبرات في زامبيا مأثرة جدا على مستواهم في المباراة وعندهم استعجال وعندهم يعتمدوا على اللعب الفردي اكتر من الجماعي كرة حلوة على السنتر فيرود يربط ملاعب الدايرة ولكن بيضيع جاروسلاف اجوير ضيع تاني مره من على مركز الدايره اجوير ضيع واحده في اخر الشوط الاول الكره حلوه من نجوسا ولكن ما يربطش مع لاعب الدايره تروح الكره في حوزه الهجوم الانجولي بيعملوا هجوم خاطف عن طريق توكوتاتي لاعب بريميرو دي اجوستو دي كره مره تانيه على السنتر فيرود حلوه قوي شكلها كده في تعليمات من المدير الفني ايميل رويوكا المدير الفني لمنتخب زامبيا ان هم يبداوا يلعبوا مع لاعب الدايره حل من الحلول طبعا في كوره اليد اللعب مع لاعب الدايره اللعب ايضا مع الاجنحه واللعب الجماعي عموما اللي غايب عن منتخب زامبيا وبداوا يعتمدوا عليه في بدايه الشوط الثاني واحرزوا الهدف من رميه 7 متر عن طريق موزيس تونجا بدأ المدير الفني لمنتخب انجولا بيريرا يريح كده بعض اللاعبين ويدي الفرصه للاعبين اللي ما شاركوش في الشوط الاول. تمرير باولو عايز يعدي بيسيب حلوه قوي عند التيكا ولكن بيحصل على رميه حره هل يكون في تحسن كده و فوقان في الدفاع الزامبي وادي كوره حلوه قوي من الباك اليمين بيعملوا تسلسل سريع للكوره يستغل المساحه الباك اليمين في صفوف انجولا يحرز الهدف ودي كوره على الدايره بيسقط على الدايره حلوه ويحرز الهدف رد سريع اول رد سريع من لاعيبه زامبيا استغلوا الارتداد البطيء في الدفاعات الانجوليه ودي كوره وتمرير في الخط الخلفي وتسلسل سريع للكوره بتنتهي بهدف لصالح انجولا عن طريق ادلينو بستانا 28-14 فارق كبير طبعا في الاهداف لعيبه انجولا عايزين طبعا يزودوا عدد الاهداف تونجا يسيب عند بريتشارد لتونجا مره ثانيه حارس المرمى يعني وقع كده بعد التهويشه والخداع من لاعب الباك اليمين وتروح الكره لتونجا ويصوب على طول يستغل سقوط حارس المرمى على الارض ويحرز الهدف دي خطا ورميه حره كده لصالح باولو اعتقد فقد توازنه المدافع الزامبي الاعاقه اللي فاتت دي طبعا مالهاش علاقه بكره اليد يعني الراجل فقد توازنه بتشوفوها بس في ملاعب كره القدم لكن فقد توازنه فعلا كمان حصل على ايقاف دقيقتين حكم اللقاء بيديله ايقاف دقيقتين الكابتن علاء حسن لتصويبه كده بكل اريحيه وبدون اي مقابله من الدفاعات عن طريق الياس انطونيو لاعب منتخب انجولا يحرز الهدف تونس بتمتلك 10 القاب
حضراتكم في بداية الشوط الثاني ومصر 7 ألقاب والجزائر 7 ألقاب والكل بيبحث طبعا عن اللقب. أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا القومي. تمرير موتيا لبريتشارد يعمل خداع، عايز يعمل خداع كده ويصوب، يفضل نفسه المساحة، لو فضل للراجل ده تصوباته قوية. بريتشارد يدوروا عليه لكن بيقابلوه بدري لعيبة أنجولا قافلين عليه. بقول لحضراتكم خلاص بقى يعني الشوط الأول أحرز أكتر، قفلوا عليه. في الشوط الثاني تيكا يتعزموا على بعض كده لعيبة أنجولا، أهو بيقول له روح أنت على المرمى، لكن جابرييل تيكا بيلعب ليه؟ أدرينو بستانا يحرز الهدف يزود الفارق 30-15، فارق 15 هدف لصالح أنجولا. أنجولا في بطولة العالم الأخيرة هنا في مصر بقول لحضراتكم لم يحققوا سوى فوز واحد وبالانسحاب يعني على كاب فيردي، لكن تلقوا خسارة في الدور الأول من قطر وكرواتيا واليابان، ثم الخسارة من تونس ومن الكونغو الديمقراطية، والخسارة من المغرب. تمرير بيصوب ولكن حائط الصد وبيلمسها حارس المرمى قبل ما تخرج. كوستوديو جوفيا كوستوديو اللي نزل في حراسة مرمى أنجولا، كرة من الجناح اليمين ويحرز الهدف بكل سهولة. أدلينو بستانا يحرز الهدف، رجع مرة تانية كده الارتداد يكون بطيء من لعيبة زامبيا في الدفاع، كانوا ظبطوها شوية في نهاية أحداث الشوط الأول وبداية أحداث الشوط الثاني. بريتشارد عايز يعدي، تمرير بيقطع من الجناح الشمال حلوة قوي ويحرز الهدف. بقول لحضراتكم لو كرروها كل مرة هيحرزوا منها هدف لعيبة زامبيا، لكن مش عارف ايه المانع. ودي كورة والرد السريع ولكن حارس المرمى يتصدى لكرة الجناح الشمال برنارد ميولينجا حارس المرمى الزامبي. تونجا عايز يعدي، تونجا وبدأ لعيبة زامبيا بقول لحضراتكم يعني يعتمدوا على اللعب الجماعي وتنويع اسلوب الهجوم، اعتمد على السنتر فيرود الأجنحة، ولكن التصويبة يعني روتينية جدا من موزيس تونجا. الخبرات طبعا مهمة، مقفول عليا التصويب خلاص، أبدأ اعتمد على مفتاح لعب جديد في الهجوم. الأجنحة طبعا مهمة في الهجوم مع لاعب الدايرة. ستاشر صالح أنجولا. بريتشارد تشعروا لك عند بريتشارد كده سياكواي بقى يعني في مقابلة قوية جدا ليه لاعب الباك اليمين منتخب زامبيا، هو اللي كان بيحل الشوط الأول في تصويبات من خارج المنطقة 9 متر. عايز يعدي يمرر عند جيمس موبوي، توصل للجناح الشمال زامبي لعب سلبي لازم يصوب، ياخد رمية حرة. قوة جسمانية أيضا طبعا في فرق كبير مع بين أنجولا ولاعيبة زامبيا، دفاعات قوية جدا لاعيبة مش قادرين لاعيبة زامبيا يخترقوا من العمق، عشان كده بقول لحضراتكم البحث عن الحل الآخر عن طريق الأجنحة أو عن طريق لاعب السنتر فيرود لاعب الدايرة. الكورة عند تيكا جابرييل تيكا 31 سنة لاعب بايا ماري الروماني، عنده 121 مباراة دولية قبل هذا اللقاء، واحد من المدافعين الأقوياء جدا في لعيبة صفوف أنجولا. سنتر فيرود لاعب دايرة مميز. بريتشارد عايز يلعب مع لاعب الدايرة، بريتشارد مرة تانية هيصوب حلوة قوي المرة دي، ولكن الكفرنج الدفاعي قبل ما توصل الكرة للاعب الدايرة ويعمل الرد السريع ويحرز الهدف ماريو تاتي يحرز الهدف لصالح منتخب أنجولا. شفنا الكرة اللي فاتت حاول يعمل خداع كده بريتشارد ويلعب مع لاعب الدايرة
لكن كان في تغطية دفاعية من تيكا اللي بيعمل تغطية دفاعية للمرة الثانية على التوالي والتمرير يروح ليه الجناح الشمال ولكن المرة دي حارس المرمى إيليا تيمبو يتألق وادي الهجوم القاطف اللي كان بيفقدوا الكورة بقول لحضراتكم مستعجلين جدا لعيبة زامبيا ومرة ثانية ويحرز الهدف المرة دي ماريو تاتي 34 سنة واحد من عناصر الخبرة في صفوف أنجولا ماريو تاتي لاعب انتر كلوب الأنجولي لم يتقابل المنتخبين طبعا من قبل زامبيا شاركت في النسخة الماضية ما قابلتش أنجولا أول مقابلة ليهم في بطولة أفريقيا للرجال ريتشارد عايز يعدي بيروح على النص اتحرك له لاعب الدايرة عكس اللعب كده عايز يفضي له المساحة لكن المدافعين في مركز ثلاثة أقوياء جدا في لعيبة أنجولا جابرييل تيكا ودي كورة ميل للجناح اليمين ولكن حكم اللقاء مدي خطأ على الهجوم الزامبي وتروح الكورة في حوزة الهجوم الأنجولي والهجوم خاطف يحرز الهدف عدلينو بستانا بأقل مجهود لعيبة بيوصلوا للمرمى عكس لعيبة زامبيا بيواجهوا صعوبة كبيرة جدا في الهجوم لكن هم مصممين على اللعب من العمق ودي ميس باس اللي التركيز تخرج الكرة خارج الملعب رمية جانب لصالح منتخب أنجولا عايز يعدي يعدي بمجهود فردي باولو فالديميرو باولو لكن بيعمل فاول خطأ على المهاجم الأنجولي فالديميرو باولو يتأهل من هذه البطولة أول خمس منتخبات لبطولة العالم القادمة إن شاء الله في بولندا والسويد 2023 البطولة الماضية بطولة العالم الماضية شارك فيها سبع منتخبات أفريقية بريتشارد بيصوب واحدة الصد تروح للاعب الدايرة ولكن حكم اللقاء بيدي رمية حرة اقتربنا على منتصف احداث الشوط الثاني من لقاء انجولا وزامبيا اولى لقاءات المنتخبين في بطوله افريقيا للرجال مصر 2022 وادي هجوم كده بمجهود فردي من ادفالدو فيريرا مورينو لاعب انجولا يحرز الهدف رقم 37 لصالح انجولا فرق سكور بيج جدا طبعا لصالح انجولا باقل مجهود عايز يعدي يلعب على لاعب الدايره ولكن بيفقد الكوره بمس باص غريب جدا مورينو مره ثانيه يحرز الهدف حتى الراجل المدير الفني مش عايز ياخد وقت المستقطع اتكلم مع لعيبته شويه على الاقل يعني يهدي لاعيبه انجولا شويه بيتكلم مع لعيبته ان هم يطولوا زمن الهجمه يبحثوا عن حلول غير الاختراق من العمق زودوا لعب على السنتر فيرود اهو قلبوا اللعب 3 4 2 ولكن بيصوب برضه مصممين على طول بالكربون الرد السريع من الجناح الشمال ماريو تاتي بقول لحضراتكم بالكربون لعيبة زامبيا تروح تصوب يحقق الصد يتصدى للكورة تروح لحارس المرمى وحارس المرمى يتصدى للكورة يطلع فاست بريك هجوم سريع على طول يترجموها لعيبة أنجولا الهدف لعيبة زامبيا يعني مصممين بريتشارد سياكوي عايز يروح لحد السنتر فيرو كده يمرره لكن قافلين عليه لعيبه انجولا تيكا جابرييل تيكا مدافع قوي جدا رميه جانب لصالح زامبيا ملحقش يلمسها حارس المرمى كوره كده من الجناح للجناح ولكن على طول بيخطف في السكه المدافع الانجولي بستانا بتروح له مره ثانيه على الجناح اليمين ولكن بيمرر على لاعب الدايره جاروسلاف اجوير جارو يحرز الهدف الهدف رقم 40 لصالح انجولا 40-16 منتصف احداث الشوط الاول ينزل كامبوندو في الجناح الشمال حلوه قوي المره دي كده ولكن احلى من حارس المرمى جوفيا كوستوديو بيعمل خدع ويعدي ويصوب ايوه كده يا راجل فين تصوباتك بتاعت الشوط الاول
ريتشارد سياكوي يحرز الهدف. بقول لحضراتكم هو يعني مفتاح اللعب الأبرز في صفوف زامبيا. استغل كده النقص العددي في الدفاعات الأنجولية على طول صوب وأحرز الهدف. 40-17 تمرير يطلع الجناح اليمين كوستا يرجع مرة ثانية يشارك الكرة كده من مورينو. طبعا بيعملوا اللي هم عايزينه في الهجوم لعيبة أنجولا. دفاعات زامبيا دفاع سلبي جدا. تصويبة حلوة من الثبات، حلوة فيها فكرة مختلفة، فكرة جديدة طبعا من لعيبة زامبيا المرة دي من الباك الشمال. أول مرة استغلوا الباك الشمال في التصويب، علشان كده كان فيها مباغتة ليه لعيبة ما توقعوش، وفيها مباغتة أيضا لحارس المرمى الأنجولي استوديو. تمرين على الدايره اللي بيقطع كوستا يحرز الهدف لصالح منتخب انجولا يوسع الفارق 42-18. تونس احرزت اللقب اول القاب البطوله عام 74 ثم عام 76 ثم عام 79 ايضا. تونس احرزت ثلاث القاب في أول ثلاث نسخ لهذه البطولة، ثم جاءت سيطرة جزائرية خمس ألقاب متتالية أعوام 81 و83 و85 و87 و89، ثم جاء منتخبنا القومي المصري وحقق لقب بطولتين متتاليتين 91 و92. شوف الكرة دي الأول، نتكلم مع حضراتكم طبعا على تاريخ هذه البطولة وتحقيق الألقاب. قلت لحضراتكم سيطرة للمنتخبات العربية، مصر 10 ألقاب أو تونس 10 ألقاب، مصر 7 ألقاب، الجزائر 7 ألقاب، تونس 8 في الضيات، مصر 6 في الضيات، الجزائر 7 في الضيات. تونس 6 ميداليات برونزية ومصر 6 ميداليات برونزية والجزائر 5 ميداليات برونزية. أنجولا تمتلك 3 ميداليات برونزية. طبعا الفارق الكبير في السكور بين المنتخبين. حاول نتكلم مع حضراتكم في الإحصائيات، وأدي دفاع قوي جدا من جابرييل تيكا بيحصل على إيقاف دقيقتين. ثلاثة 43-18 من ضمن لقاءات اليوم إن شاء الله. طبعا لقاء منتخبنا القومي مع الكاميرون في افتتاح هذه البطولة في 8 مساء، الافتتاح إن شاء الله يكون في 6:30، وأيضا هناك مباراة كونغو الديمقراطية والسنغال، مباراة تونس ونيجيريا، مباراة الجابون وغينيا. لقاءات اليوم الأول من بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال النسخة رقم 25. كرة عند بريتشارد اللي بيصوب ولكن بيلمس خط متر، منطقة الستة متر. طبعا المهاجم ما ينفعش يلمس خط الستة متر، حسب عليه مخالفة. تمرير 44-18 20 دقيقة من زمن أحداث الشوط الثاني، لقاء أنجولا وزامبيا أو لقاءات المنتخبين حساب المجموعة الرابعة في هذه البطولة. وادي مورينو يحرز الهدف، هنشوف هيكون في رد سريع في المرمى الخالي، حلوة قوي بيلعب المرمى خالي لعيبة أنجولا علشان يلعبوا مكتملين الصفوف في الهجوم بست لاعبين عندهم إيقاف دقيقتين. تعديل طبعا قانون الاتحاد الدولي حضراتكم عارفين منذ بطولة العالم الأخيرة إن يقدر اللاعب يلعب مكان حارس المرمى بدون ما يرتدي تيشيرت حارس المرمى. تعديلات قانون الاتحاد الدولي تم
بدء العمل بيه طبعا في بطولة العالم الأخيرة اللي كانت في مصر 2021، بيستغلها بعض الفرق طبعا انه يلعب زيادة لاعب في الملعب. ودي المرة تانية هنشوف، لا هينزل طبعا حارس المرمى في الجناح الشمال، خرجت، لا لسه ما خرجتش. كامبوندو يلعب على الدايرة، هيصوب ولكن حارس المرمى دا سيلفا يتصدى لكرة كامبوندو. نزل مانويل ناسيمنتو صاحب القميص رقم 10 في الباك الشمال، بيلعب في مركز صانع اللعب ولكن عامل تبادل مراكز مع مورينو. فرصة طبعا للمدير الفني، يدي فرصة لكل اللاعبين المشاركة طبعا ياخدوا حساسية اللقاءات في هذه البطولة، تجربة طبعا طرق لعب مختلفة ولاعبين في مراكز مختلفة. فرصة للمدير الفني لمنتخب أنجولا ناسيمنتو، يلعب على السنتر فيرود، حلوة قوي ليه جاروسلاف ولكن بيضيع، أحرز هدفين من ثلاث محاولات. دي كورة حلوة قوي على مركز الدايرة، بيقطع الجناح اليمين كابوي، كريستوفر كابوي لاعب زامبيا يحرز الهدف رقم 20، 45-20 لصالح أنجولا. تبقي أقل 8 دقائق على نهاية أحداث الشوط الثاني واللقاء. عايز يلعب على مركز الدايرة ناسيمنتو ولكن بيفقد الكرة لعيبة أنجولا، تروح هجوم خاطف للاعيبة زامبيا، واللي بيضيع الهجوم الخاطف كامبوندو، يتصدى لها حارس المرمى سيلفا. ألقاب مصر في هذه البطولة قلت لحضراتكم بدايتها كانت في 91-92 ثم 2000 و2004 و2008 و2016 وآخرها في 2020 في تونس. المنتخب الجزائري أكثر منتخب حصل على اللقب مرات متتالية، 81-83-85-87 و89، وادي هدف لمنتخب أنجولا. خمس مرات متتالية للمنتخب الجزائري محاربي الصحراء، لا يلعب أول لقاءاته غدا أمام غينيا، والنهاردة تونس في أول لقاءاتها أمام نيجيريا. بالتوفيق للمنتخبات العربية ولقاء منتخبنا طبعا في مباراة الافتتاح للبطولة النهاردة على صالة الدكتور حسن مصطفى أمام منتخب الكاميرون الساعة 8 إن شاء الله بتوقيت القاهرة. ناسيمنتو عند مورينو، بيلعب على طول من مركز الباك الشمال، يروح كده على النص على طول، مفيش أي مقابلة من الدفاعات، بكل أريحية يحرز الهدف. مورينو ليس بغريب، قلت لحضراتكم على كرة اليد المصرية، لعب فترة في صفوف فريق سموحة السكندري. تونجا عايز يعدي تونجا لكن بياخد رمية حرة، نجوسة يلعب رمية الحرة، تونجا مصمم على التصويب تونجا ولكن حائط صد قوي من لعيبة أنجولا، وآدي كرة كده وهجوم سريع خاطف من حارس المرمى ولكن حكم اللقاء الكابتن حسام معتمد بيقول ان المهاجم سوسا لمس خط الدايره خط 6 متر، تروح الكره في حوزه الهجوم الزامبي، يعمل خداع يطلع كده بالكوره ويعمل دريبلايه ولكن الدفاعات الانجوليه قويه جدا خصوصا في العمق مركز 3 في الدفاع. هذه تصويبه بقول لحضراتكم حائط صد قوي جدا في مركز 3 من تيكا، سوسا يحرز الهدف 48-21 او 49-21 لصالح انجولا. اول لقاءات المنتخبين، جوزيه بيريرا المدير الفني لمنتخب انجولا حصلوا على المركز الرابع في اخر بطولة 2020 في تونس. بريتشارد بيمارس تصويباته ولكن إيدلسون مانيتشو 50 هدف فريق أنجولا.
منتخب أنغولا قابل 21 لمنتخب زامبيا. طبعا نتيجة بتتكلم على كل حاجة في اللقاء، فارق الخبرات وفارق يعني المهارات الفردية حتى والفروقات الفردية بين لعيبة المنتخبين، لكن يعني مجهود من لعيبة زامبيا تاني المشاركات في بطولة أفريقيا عكس طبعا أنغولا. بقول لحضراتكم 3 ميداليات برونزية في هذه البطولة. حسابات المجموعة الرابعة اللي بتضم معاهم طبعا الكونغو والسنغال، ودي كرة على مركز الدائرة ولكن خطأ يحتسب حكم اللقاء الكابتن حسام معتمد، وإيقاف دقيقتين على المدافع الزامبي موزيس تونجا. قدام حضراتكم في الإعادة في خطأ على موزيس تونجا. بيلعبوا ناقص لاعب في الدفاع لعيبة زامبيا، لكن بيفقدوا الكرة لعيبة أنغولا، ويدي هجوم خاطف وبيحط كرة كده من فوق الحارس. يا راجل يتصدى لها حارس المرمى سيلفا، كرة في الجناح الشمال يمرر لمورينو اللي بيحرز الهدف. تصويبات قوية طبعا المطرة الأنغولية شفناه طبعا مع أنغولا في بطولة العالم الأخيرة، وآدي المرور طبعا من المنطقة المخصصة لرمية الإرسال يستوجب إيقاف دقيقتين. سبب الإيقاف الدقيقتين قدام إشارة حكم اللقاء كابتن علاء حسن إن اللاعب بيمر من منطقة رمية الإرسال بعد إحراز الهدف، واللي بيرجع يعود الدفاع لازم يبعد عن منطقة الإرسال. كرة على طول بتيجي فيه طبعا وهو في منطقة رمية الإرسال يحصل على إيقاف دقيقتين، وأدي كرة حلوة أوي على الدايرة ولكن اتصدى لها حارس المرمى، وأدي على مرتين المرة دي خارج المرمى. دا سيلفا حارس المرمى منتخب أنغولا 24 سنة لاعب إنتر كلوب الأنغولي، عندهم اتنين من أصحاب الخبرات الكبيرة جدا في حراسة المرمى ميوشي سينجو وجوفيا كوستوديو، معاهم طبعا سيلفا اللي موجود دلوقتي في ملعب اللقاء. كرة حلوة قوي من الباك الشمال للجناح الشمال ولكن يتصدى لها حارس المرمى، لكن قرار حكم اللقاء برمية 7 متر أعتقد لصالح منتخب أنغولا، وتبقي أقل من أو مانوتشو هو اللي حصل على رمية 7 متر. سيلفا يصوب ولكن يتصدى لها حارس المرمى بيرنارد ميولينجا، يدي الأفضلية لمنتخب زامبيا اللي بيسيب في الجناح الشمال ويحرز الهدف كامبوندو. كان فين اللعب الجماعي ده من بداية أحداث الشوط الثاني تحديد، يعني الشوط الأول على التصويبات من خارج منطقة 9 متر لعيبة زامبيا بدأوا يقفلوا عليهم الشوط الثاني لعيبة أنغولا وما لجأوش للعب الجماعي. شفنا اللقطة الأخيرة دي اللعب الجماعي طبعا وأحرزوا الهدف. سوسا عايز يعدي متألق سوسا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني الجناح اليمين، وآدي الهجوم الخاطف من لعيبة زامبيا يحرزوا الهدف حلوة، ولكن العارضة المرة دي بتنوب عن حارس المرمى الأنغولي كوستوديو. الكرة في الجناح اليمين سوسا ويحرز الهدف، حاول عليها حارس المرمى الفارق لصالح أنغولا 51-22 لصالح أو 52-22 لصالح منتخب أنغولا. هدف لصالح زامبيا في اللحظات الأخيرة كده بيحرز كامبوندو. ناسيمينتو بيعمل كده باص بمهارة للاعب الدايرة يحرز الهدف 53-23 أقل من 10 ثواني على نهاية اللقاء. تقدم وتفوق طبعا وسيطرة كبيرة جدا من لعيبة أنغولا. يحرز الهدف كابوي كريستوفر كابوي لاعب زامبيا، كرة تخرج خارج الملعب رمية جانب لصالح زامبيا، ومعاها صفارة نهاية أحداث
الشوط الثاني والمباراة بفوز منتخب أنغولا في أول لقاءاته في بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد على منتخب زامبيا بنتيجة 50-24. أعتقد يتبقى لنا الإعلان عن جائزة منظمة فوز أنغولا في أول اللقاءات على منتخب زامبيا. هنشوف من سيحصل على جائزة رجل المباراة. هو إدفالدو فيريرا مورينو بيحصل على جائزة